دابا انا ما بغاش يفهم ليها هادشي، الصوره هادشي هادي راه حاله راه خص بنادم يعجل بها صح. حنا تنشدوا القضاء الله يجازيهم بخير، نحكموا عليها بالاحتيال نخرج، ما دار التعرض غير خارج الرخص، ما بان هذا راه ولدي وانا راه وريته وراه ما محت الماء ولا ولي مقابل بالني دينه وفوقي راه ساد دينه وما ممنوعينش، والدليل على ممنوعينش يدخلوا لها ان البحث فاش جاوا باش ينفذوا حلهم هو اللي خوها جا معاهم بيديه وراهم حلهم بالسالوش. ما دير حاله استثنائيه صاحبي، ما عندهاش فين تمشي، ما عندهاش هادي دابا من البارح اليوم تواعد في عائلتها ما عيط لها، ومرا كبيره الله يرحم ضعفنا كنا غنكبروا كنا الناس هادو، وخوها راه فاش كانوا تينفذوا راه كان واقف، قلنا له راه اختك وكذا وما هو نفذ عليه، قال لك اش غندير لها. الاسم يونس، ثنايا السكنه 17 درب الكرس سيد عمر الحسين. هاد المحل هذا فيه الورثه، فيه ثلاثه، فيها هاد الوالده ديالي وكاينين جوج دخوتها هي وارثه من الام، باش الناس اللي تهضر وما فهمهاش تعرف شنو كاين. هاد الناس هادو كانت بيناتنا اتفاقيات هي ما موثقاش فعلا، ولكن حنا ما نهضروش عليها، داكشي كل واحد يخلصوا الله ليه صفه صفر راسو اللي يخلط راسو، لانه غتبنى الدار كانت هي من الديور العاديه، ها الشبيه ديالها هادي الكوبي ديالها ديال الدار هادي، وهاد الدار هذا نفس الفصاله نفس كلشي. المهم تفاهمنا غيبنيو هما بحكم عندهم الفلوس، وحنا غنسهروا على دوك الاوراق ودوك الاجراءات وكذا، ومني غادي تكمل الدار غادي يعطيونا طبقه وما غادي ونستافدوا الممكن تهضروا. فسالينا هادشي كون ما التزموش به، وهادشي ما قنعهمش، زادو مشاو رفعوا دعوه داروا لنا الاحتلال، داروا لي انا لان انا ما عنديش صفه، داروا لي الاحتلال ما ذكروا انا ودختهم لا هاد المراه راه ختهم لا والو، داروا لي الاحتلال ودفروقه ديال باهم هما د الاراده، باهم مات 20 سنه، هادي 20 سنه زعما قبل ما تموت جداتي، اذن اوتوماتيكمون من ناحيه فاش تموت جداتي هاد المراه هادي غادي تورت، فاش غادي تموت يموت هو باهم غتورت فيه مرتو، مرتو من بعد اللي هي موين مويانه براسها فاش مات مي غتورث فيه، اذن هادشي ما ذكروش وما تيهضروا بالوراق القدام. لا والو يا خوشه ما كاينش، يا زعما ما كاينش شي حاجه كبيره شي مشكل اللي سهل هادشي، هذا قضيه عاديه ما صداعتي وقع بين اي وحدين، وتصدعت صالحنا وفات تموت حتى شهرين مور داكشي، ولكن هادشي بويته بليل كي تيقولوا هما هادشي هذا راه تيخططوا له، شي معروف وتيعرفوا القريب والبعيد بان الناس راه مكبرين كرشهم وما عندهم شي حاجه سميتها خط احمر باغيين يدوسوا يديو عباد الله. المهم هاد السيده هادي راه مريضه، وراه البارح هادشي قلناه له، راه تثبت هي عند هاد السيده هادي الا بغيتي الصوره هي اللي تدخلها، وهي مولاش ما حالو جات السلطه البارح وهي دايره التعرض غير خارج على الخصومه، وحكموا عليا بالافراغ انا، داروا لي الاحتلال وفرغت انا، ولكن المراه من يقوم مقامات ينفذوا عليها رغم انها دايره التعرض ودارت ايقاف التنفيذ وعندها ورقه الاراشه ديالها، وقالوا لها بان ما مشموش بنفذ المعجل، ولكن جات السلطه البارح داتها كانوا غيديوها للخيريه وحنا ما خليناهمش. المراه دابا راه تدخل عند المراه تتبات، وهي المراه راه عيانه المراه ما فيهاش زعما هادي ولا هادي، يديروا لها الخبره يديروا كاين شي حل يديروه مع المراه، المراه راه مكرفصه، المراه راه سادين لها على حوايجها وسادين لها على دواها وسادين لها على حوايجها كاع ديالها، والمراه فيها الزايمه نطلبوا الله تعالى يعافينا كاملين، وفيها شحال من حوايجات اللي هي مرضو دواها تحتاج، وخصها دار وخصها مرحاضها بوحدو وخصو شحال من حوايجات، وهي دابا خارجه لانها هي هذيك يقوم من يقوم مقامها، هي تاهي خارجه في الزنقه رغم انها هي ما صادر في حقها حكم، ما عندها بالعكس هي عندها صفه شرعيه راه من الورثه وعندها ورقه الاراثه ديالها، وعندها ديرة التعرض الغير خارج على الخصومه بسببي انا بان ولدها ما محتلش باش تردني لان انا ولي مقابلها، وهذا الشيء كله دايره حنا ما عندنا مشكل، هذوك داروا خدمتهم ونفذوا الله يسهل عليهم، حنا بغينا دابا هذيك الجهه اللي هي تفعل المرأة التعرض غير خارج على الخصومه، لا كاين شي محامي ولا كاين شي مسؤول في القضاء يعيط لنا نجيبوا الوثائق الاخرين ولا نديروا شي اجراء اخر يكون استعجالي باش هاد المرأة تولي المحاله. هاد المراه هادي راه مريضه راه خصها الدواء، هي انداروا الاعذار، جاني انا اخر فرغت باش انا اللي مشان بالحكم، ولكن المراه ما مشموله لا بحكم لا بوال، انا حكموا عليا بالاحتيال نخرج، ما دارت التعرض غير خارج على الخصومه بان هذا راه ولدي وانا راه وريته وراه ما محت الماء ولا ولي مقابلني، والدار المحكمه فاش حكمات على دار فيها دايرين دويره الورقه الاراده ديالهم وجوج البيوت وكوزينه، الدار دابا تبنات ولا ثلاثه طبقات، ما بقاش هذاك الشيء اللي كان كاع، دار الطبقات المراه ساكنه في حقها ما ساكنه في حقهم، وديالهم هو مسدود، كون عندنا الساروت هما راه سادينه هما الباب يشوفوا هما بان سادينه وفوقي راه سادينه وما ممنوعينش، والدليل على ما ممنوعينش يدخلوا لها ان البحث فاش جاوا باش ينفذوا حلهم هو اللي خوها جا معاهم بيديه وراهم حلهم بالساروت، عندنا حنا كون كون ربدنا القفوله
كنا محتلين وكذا، وانا ما كنتش جا المخزن على غفله، القنينه ما كاينش، القاعه هي اللي كاين. حنا بغيناهم الله يجازيكم بخير يديروا مع هذه المراه شي حل عطاو هي ديالها، حنا ما تنطلبوش شي حاجه، ربي يغنينا على بنادم، حنا بغينا هي هذه المراه ديش قبض ديالها. ليلى بعدا باتش عند الناس، فهمتيني؟ ليلى باتش فين هو؟ لا غادي يحن بنادم يحن ديك الساعه. فين هو؟ ليلى هي باتش، امراه مريضه وتيعرفوها هما مريضه، راه شافوها، والدواء ديالها مسدود عليه، وثائقها مسدودين عليهم، حويجاتها هي خصها تبدل تقريبا جوج مرات في النهار اللي خصها تبدل فيهم، والصاد هذا ايوا امراه كبيره الله يرحم ضعفنا، كنا غنكبروا كنا الناس هادو، وخوها راه فاش كانوا تينفذوا راه كان واقف، قلنا له راه اختك وكذا وما هو نفذ عليها، قال لك اش غندير لها؟ يا دخلنا عليك بالله دابا حنا، ما حنا ما ديرلهاش هي الله يغنيها عليك، انت قلنا لك عطيوها حقها تسكن فيه، ما تقولهاش غادي نبيعوها ونفرقوها ونعطوك، عطيها حقها تسكن فيه، المراه ما بقاش صالحه لا تسكن مع جيران، وانا اللي ولدها هي انا ما عنديش الاستطاعه باش نشري لها ملك ولا نشري لها، عندها محاله لاش حنا تكون عندنا كاع اخويا، ياك ديالها عطيونا ديالنا اخويا هذه المراه هذه. ولا نتوما قبطوها وديروا شي وثيقه رسميه وديوا تكفلوا بها، قالوا لنا الديوان الخيريه، واش مراه عايشه في دارها ومقابلها ولدها وحداه وغنديوها حنا الديوان نعيشوها في الخيريه؟ واش هذا الشيء؟ الخيريه تيديرها بنادم اللي الله كتب عليه شي مكان تما عنده حد سمحوا فيه ولادو، حنا المراه باغينا وباغيانا، علاش غادي نديوها حنا لهاد الخيريه؟ المراه نفسيا ماشي حتى هي هذيك وعندها الزهايمر، ما بغاش يتفهم لي هذا الشيء، يقوم مقامه كذا، واش يقوم مقامه حدد صاحبي، هذا راه ما مرتيش انا باش تقوم مقامي، واش انا ساكن ودي الدار صحه وهذه مرتي ولا بنتي ولا ولدي؟ خدام مورايا هذه راه مرا جالسه بوثيقه، انا قلت شو مقامها خرجنا ما عندي صفه خرج، المرا راه خصها تسكن في دارها صح، خصها تسكن في محلها، تعرض غير خارج على الخصومه، راه دارت هي ايقاف التنفيذ في في المحكمه اللي حكمات وفين دافع على التعرض، هذا هو القانون دافع عليها، وراه داروا قالوا لها حنا راه ما نقبلولكش فاش ما مشمولش بنا في هذا المعجل، وحنا البارحه واش مازال حنا عندنا وساريه هو راه عندنا معاهم جلسه اللي عندنا معاهم اي واحد سته غادي نتلاقاو معاهم عاوتاني في التعرض غير خارج على الخصومه، وهما زربوا على المراه وخرجوها. مشكل ما كاين والو، ساكنين في امان الله وحفظه، كل واحد ساكن في ديالو، ساكنين مجموعين، وقع واحد النقاش هما سباب هادو اللي في برا، فاش كاينه وحده فيهم في الانجليزه تعمر واحد خوها هو عاوتاني مريض تيدير هذا الشيء ديال الخنشه تي النبوله محيده وكذا، نطلبوا الله الله يعافينا ويعافيه، بقاو تيبركوا عليه مسكين وقابطين وما يدولوش حرق ولا ما شات، قال لا غادي غادي ما غاديش يبقاو يعطيوه، مشى خرج المحكمه دارنا الاحتلال باش يدخلوا هذه المراه، فاش جاو ينفذوا هو واقف معاهم ما حتى هي ما رحموهاش، هي جالسه هي في الزنقه، هي عند هذه السيده هذه الله يجزيها بخير هي اللي تدخلها. طلب ديالنا هاد المرأة تولي لدارها يعجلوا، حنا راه دايرين حنايا دايرين السينافنا ديال المكناس دايرين تعرض غير خارج على الخصومة، دايرها هاد المرأة ديروا المحامي دافعين، هي البارح المحامي دفع وثيقة ورفضوها له باش يرجع لحالها إلى ما كانت عليه، ويجيو يصيفطوا الخبرة تشوف هاد الدار هادي شحال فيها وهاد الناس هادو شنو عندهم ونعاودوا نراجعوا هاد الوراق، هادشي راه ماشي نورمال، هادشي القضاء قضى فعلا قضى بداكشي طبق المسطرة المدنية وبداكشي اللي عنده في الحكم، المرأة واش كاينة وارثة عباد الله وتخرج يقوم مقامه، واش نبقاو نفذو حنا نفسرو؟ الناس راه خصها تلتزم، هذه راه حالة استثنائية صاحبي، ما عندهاش فين تمشي، ما عندهاش ما عندهاش، هذه دابا من البارح اليوم حتى واحد في عائلتها ما عيط لها، راه في خبارهم يقول لها إلا تمشي عندي، هذه المرأة هذه برانية، ماشي برانية، برانية تماك من ناحية النسب، ما حنا راه وهي الدخلة ما مخلياش دايرة لها كلمة القليل من الغسيلة، ماشي هي هي والجارة ديال الفوقانية، ما كاينش أصاحبي، حنا راه فوق تغريبة أصاحبي. وهادشي راه الظروف راه تيعرفها الدوله، واش حنا غنعرفوا في الاقتصاد وفي هادشي كثر منه، هادشي اللي تيقولوا في التلفازه، تيقول راه كورونا والازمه الاقتصاديه، وازمه اقتصاديه على بنادم اللي هو موظف وتيقبط واحد السالير كل شهر، هادي مرا مريضه، ماتها مريضه، ما غاتكون هي واصلها الصاد ديال هاد الازمه كثر من اي واحد اخر، وعندها دواء وعندها، دابا المشكله هادشي حنايا ما تنشكيو لهمش اخويا باش يعطيونا حنا الدواء ولا هذا، الغني الله، حنا بغيناهم يعطيونا هديه، هاد المراه هادي عطاوها ديالها وهاد الولد هذا هو اللي مقابلها. ولا يشوفوا شي حل قانوني ويجربوا على هذا الشيء هذا ويعطيونا، كاين شي اجراء اتصلوا بنا، حنا راه مشينا دفعنا لهم 60 ورقه، دفعنا للابتدائيه قالوا لنا عدم الاختصاص، دفعنا لهم الفوق قال لك عيط غير مشموا بنا في هذا المعجل فاش انتم دافعين التعرض غير خارج على الخصومه، عدم القبول، دفعنا ورقه البارح ما بغاوش يقبلوها لنا، حنا راه عندنا صيفه، حنا خصهم يجربوا علينا، ماشي انا عندي صيفه، عند المراه صيفه يجربوا عليها يردوها، حنا راه تنعيشوا حاله ماساويه صح. حنا راه هادشي هاد الخروج هذا ديال الاعلام راه ما تنبغوش، راه كنا مستورين، هادو دابا اللي هادو يفضحونا الله يفضحهم. ما حنا مسورين هما يفضحوا راسهم، حنا ما عندنا ما يفضحونا، حنا تنطالبوه بحق اللي بغيناه، حنا شكو كان عندنا كاع باش نشريو دار، باغيين هاد الشيء باغا المراه ديالها، واش ماشي ديالها؟ عندنا خويا باش نشريو حنا فيلا، وباغيين ديالنا خويا، واش ماشي محقنا؟ غنمشيو نتبحروا به حنايا وديك المراه، ماشي محقنا؟ دابا انا ما بغاش يفهم لي هادشي، خصو راه هادشي هادي راه حاله راه خص بنادم يعجل بها صح، حنا تناشدوا القضاء الله يجازيهم بخير، النزاهه ديالو اللي عهدنا فيه وكذا، يدير مع هاد المراه شي حل، حنا
كاين شي حاجه يتصلوا بينا نمشيو ندفعوا الوثائق اللي طلبوا منا نديروا شي حاجه اللي هي شي اجراء خصو هذا راه حنا خلصنا ماشي وما عندناش اصاحبي حنا راه تنبيعوا هي في الزوطيه تنبيعوا ونشريوا راه تعرفنا القاصي والباد ما عندنا لا صالير وماشي تنشكيو هذا الشيء تنسعوا. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.